مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم كل شي ساهل مع مينا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الكومنتر الزوين والكلام الزوين اللي كتخليوه لي، وصراحه كيشجعني. شكرا بزاف بزاف، وتحيه لكم اينما كنتم. اليوم وصفتنا غادي نديرو الفلفل الاحمر، يعني بودره، غادي نديروه يتجفف مع اليوم راه الصيف والشمس قويه، حسن ما نديروه في الشتاء. وانا صراحه دنتو في الشتاء، خدا معايا واحد الوقت طويل وطويل، وفيه صراحه فيه الخدمه بزاف، دير في الفران خرج دير. بالحق اليوم جربته في الصيف ثلاث ايام يكون واجد باش تديروه. المهم انا غادي نوريكم هنا، غير نوريكم، انا راه عندي الكميه كبيره، غادي غير نوريكم كيفاش غادي ديروه. المهم غادي تقلعوا هذا العرق ديال الزريعه وهاد الخيوط البيضاء اللي فيه، يعني كما كتشوفوا بحال هكا نحيدو، يعني هادشي حيدو الزريعه كامله. غندير معكم واحد الجوج باش تكونوا غتشوفوا النهايه ديالو. ها نتوما تشوفوا يعني كما هكا، كما تشوفوا بالعنانو كاع حد الزوائد اللي بيضاء وهاد الشروط. المهم غادي انا درت له هذا هكا، انا غندير له الطريقه، غنلبسوه هكا كما تشوفوا، غنقطعو يعني على هذا الشكل كيكون اسهل معايا بزاف. تشوفوا نكمل معاكم باش تكون الطريقه مفهومه مزيان. يعني تقطعوه بواحد الطريقه عشوائيه، يعني ماشي كيما كان، يا شويه رقيق يا شويه غليظ، ماشي باش ما يشد لكمش الوقت. المهم هكا يعني بهذه الطريقه احسن. انا كنت جربته درته يعني شرائح طويله، انه في الاخر ولينا ما بغاش يدخل لي يعني في الماكينه باش نطحنو، يعني خصني وليت عاود قطعته من جديد. المهم غتقطعوه بهذا الشكل، انا قطعت معكم غير وحده باش نوريكم. المهم من بعد نكمل باش ما يكونش الفيديو طويل عليكم بزاف. هنرجعو نعاود للطماطم، غنديرو الطماطم المجففه، راها ساهله بزاف البنات، يعني كيما كتشوفوا غير شنو هي، تختاروا هاد الطوماطيل اللي تكون شويه قاسحه، ما تكونش طايبه بزاف. يعني غنقسموها هكذا على جوج، حيدوا لها هذا العرق، نديروا لها هكذا كما كتشوفوا، حيد لها هذا الماء. اللي بغى يستعمل هذا الماء حتى هو راه صالح، يطيب به ولا يصفيه يدير به عصير، انا ما عندي ما غادي ندير به اليوم، غادي نلوحه. بصح هو راه صالح، يعني حتى هذاك الماء تقدروا تطيبوا به، تقدروا. المهم تكونوا تخليوها بحال هكا نهائيا، ما تبقاش فيها هذيك الزريعه ديالها وداك الماء، يعني كتعصروها هكا مزيان كما كتشوفوا، تخويوها كامله من هذا الماء. كما قلت لكم هذا الماء حتى هو راه صالح، ما ترميوهش. انا اليوم راه غادي نرميه، راهني شويه ما عنديش الوقت، وما عنديش شي باش يعني ما عنديش الوقت باش ندير به شي. نتوما تقدروا ديروه في واحد القرعه، ديروه في الثلاجه طيبوا به، ديروا عصير، ديروا اللي بغيتوا. كما كتشوفوا بحال هذا الشكل، وغتشدوا الطماطم ديالكم وغتقطعوها واحد الشرائح رقيقه، ولا كاينني يعني قلت لكم رقيقه باش ما تاخذش معكم في التجفيف ديالها في الشمس، باش ما تاخذش معكم واحد الوقت طويل، عندكم يومين صافي راها تكون واجده. غديروها هكا شرائح رقيقه بزاف،
هادشي زوين البنات، تحقوها في رمضان، تحقوها في فصل الشتاء. واحد النهار ما يكونش عندك الوقت تمشي، ما عندكش طماطم، ما عندكش الوقت باش تخرجي تجيبي، تكون عندك الطوماطيش المجففه، يعني راه ديري واحد المعلقه صغيره بحال لا درتي نص كيلو د المطيشه، تجي زوينه. انا عاده راه تعجبني ما نخلي ما نديرهاش غبره، انا كتعجبني غير نهرمشها في الماكينه ونخليها وكنطيب بها، لا هي والفلفل بحال بحال، يعني ما بلا ما نضل عاد نطحنها حتى ردها غبره، لا نخليها غير هكاك مهرمشه كتجي هائله، كتعطي واحد المنظر للطبخ. غادي نطيب لكم بها شي حاجه وغادي ندير لكم واحد لا فيديو وغادي تشوفوا كيفاش يجي الطبخ بها هائل، هي والفلفل بجوج غير مهرمشين، يعني ماشي مطحونين غبره. تبغيو ديروها غبره تزيدوا في الطحن ديالكم في الماكينه، وتكون عندكم الماكينه ماضيه باش تطحنها لكم تردها لكم غبره، هي والفلفل كما كتشوفوا. انا راني درت معكم حبه، بعد نكمل الطريقه ديالي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. تشدوها البنات كما كتشوفوا، هاد الطماطم تشدو واحد الدرابو واحد المنديل ولا شي حاجه كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه، تشدوه وديروا الطماطم ديالكم تسرحوها هكذا، يعني ما ديروهاش هكذا مثلا حبه فوق حبه، هذه غير باش يعني تسهل لكم الخدمه ديالها، يعني يومين تكون يابسه صافي، ما هكا ما تحتاجش كاع لا تقلبوها لا شي حاجه، وتخرجوها منين تكون الشمس حاره مع نصف منتصف النهار، يعني تخرجوها للشمس وديروها هكذا في الشمس، في الليل دخلوها فاش يكون داك الريح وهذاك الشيء دخلوها ما لا كيما كتشوفوا. زيدوا عليها هذه، انا غير راني نوريكم حقاش انا راه عندي خدمتها، راني نوريكم الطريقه. هذه ديروا لها شويه ديال الزيت الزيتون وشويه ديال الملحه باش ما تقدر تغلي عليها حتى شي حاجه، هذه راني غير نوريكم انايا زعما الطريقه باش تسرحوها باش تجفف لكم، حقاش صراحه حتى انا ما كنتش نعرف نجف الطوماطي، كنت نحسب زعما الطوماطي ملي رطبه ما نقدروش نديروها مجففه، ولكن ملي راني درت واحد التجربه صدقت لي زعما ناجحه 100%. كما كتشوفوا هكذا تسرحوها، ما تكونش وحده فوق وحده، تكون هكذا كل وحده بوحدها، ديروا 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو، كل واحد يدير على حساب داكشي اللي بغا، وتقدروا تجربوا غير واحد الكيلو جوج حبات هكا، ومن بعد منين تنجح معاكم الوصفه توليو ديروا الكيمياء اللي بغيتوا. بحال انا راني درت واحد الكيمياء كبيره، يعني باش نستهلكها ان شاء الله فصل الشتاء تعجبني. ها نتوما كيما هكا نفس الطريقه، نفس الطريقه الفلفل، نفس الطريقه ديروها الفلفل حتى هي كتسرحوه بحال هكذا، وما بلا ما ديروا تخليوه شي فوق شي، يعني هذه الا بغيتو تكون عندكم النتيجه على يومين تكون عندكم واجده، يعني يومين في الشمس صايم ما تزيدوا هكذا، خصو ما يجيش وحده فوق وحده، خصكم تسرحوه بحال هكذا، يعني يكون عندكم واحد الطرف ديال الثوب ولا واحد النص ديال ليزار ما تستعملوش ولا شي حاجه، وتسرحوه بحال هكذا فوقه، وتكون الشمس في منتصف النهار، شفتوا كيفاش تكون الشمس دايره، وتسرحوه يعني النهار الاول الزوج صاي ما غاديش تزيدوا. المهم هو هذه الطريقه باش ديروا الفلفل، حتى هو غتكونوا الاول درتوا له شويه الزيت الزيتون وشويه الملحه، كي قلت لكم غير باش ما تغلي عليه لا حشرات لا والو، بديك زيت الزيتون وديك الملحه ما تغلي عليه حتى شي حاجه، كما قلت لكم تسرحوه بحال هكا وحده ما تكونش فوق وحده، غتكون معكم النتيجه ساهله، وفي يومين راكم تخدموا بالفلفل ديالكم. المهم هذه هي الطريقه ديالنا باش انايا جففت هاد المواد اللي عندي الفلفل والطوماطي بهالطريقه. غادي نحيد هادو ونرجع معكم نشوفوا الفلفل ديالنا والطوماطي الجاف. كما كتشوفوا ها هو الفلفل ديالي اللي قلت لكم يبستو في الشمس، شفتوا كي ولا داير يبس. انا ديما نخلي النص بحال هاد الطريقه اللي شتوها ها هي كنوريها، راني سبق لكم في اول
فاش بديت القناه ديالي درت معاكم واحد الطواجن وريت لكم هذا غير هكا يابس كندير هكا شويه فوق الطواجن فوق المرقه. المهم داكشي اللي درت كيجي هائل. ديما كنخلي النص هكذا والنص عاود ثاني نهرمشو بحال البيتزا وكلشي ندير فيها غير مهرمش. وبغيت ندير الغبره خصني نطحنو بزاف ونغربلو باش يجيني بودره. وهذا الحار درتو يبستو بنفس الطريقه كما كتشوفوا. ها هو هذا غادي نديرو به هريسه. غادي نوريكم الهريسه اليوم كيفاش غتكون. وهذه هي الطوماطيش مجففه، شفتوها كي ولات. ها هي. المهم عندي هادو ثلاثه. المهم غادي نبداو بسم الله. غنبداو نديرو الفلفل ديالنا. غنوريكم غير واحد الكيمياء من بعد نتوما من ديرو راكم غير باش تكون فكره واضحه وصافي. يعني بنادم راه يقدر يفهم غير من دقيقه. كما قلت لكم ها هو. انا فاش نبغي انايا تقريبا نخليه ديما بحال هاد الطريقه. غندير معاكم في واحد الزلافه باش تكون الفكره واضحه. هانتوما تشوفوا انا كنديره غير هكذا بهاد الطريقه كما كتشوفوا. نخليه طيب به بلا ما نديرو غبره كيجي هائل. كترشوا به كاع الطاجين ديالكم ولا المرقه ولا كيجي هائل. انا كنديرو انا هذه هي اللي كندير الاغلبيه كنديرها نديرو بهذا الشكل. ما كنديروش غبره كنخليه هكذا. ولا بغيتوه غبره بطبيعه الحال هذه ما غاديش ديروا لنا غبره، خصنا نديروه في المولينكس ديال اللي كطحن العطور وهذاك الشيء. هاني غادي ندير لكم واحد شويه عاود هنايا غير باش تشوفوا الطريقه باش نردو الغبره. هنايا باش نردوه غبره خصنا نوليو نردوه في مولينيكس ديال العطور وداك القهوه. هانتوما تشوفوا دابا هنا غادي نحيدوه هنايا. هنا غادي نغربلوه كما كتشوفوا. ها هو البنات ها هو الشو كما كتشوفوا. الا بغيتو بودرة ها هو كما كتشوفوا. ها البودرة شنو هو كنت طحنوها في المولينيكس ديال القهوه والعطور. لحقاش هذه ما كديرها لكمش غبره غير كتهرمشوا كما كتشوفوا. وهذا البنات اللي يبقى هذا ما غاديش تلوحوه. هذا ها هو انايا فاش ندير شويه هكا غبره كنخلي هذا البنات كما هكا. ها نتوما تشوفوا هذا راه يعجبني انا احسن من هذا. ها شفتوا ها هو الغبره ديالو. ها هو شوف الفلفل الاحمر غبره. نخليوه هنا واحد الجانب واللي بقى لكم قلت لك داكشي اللي بقى تخليوه هكا ديروه في الماكله. هذا الا بغيت نولي نطحنو انا غادي نطحن. قلت لكم انا غادي غير نهرمشو نخليه غير بحال هكا. ما كنستهلكش هاد الغبره بزاف قليل فاش نستهلكها. المهم كاع في المرقه في الطواجن ندير غير هاد المهرمش ولا هذا هاك. هذا كنخدمو غير في الحريره ولا في الكسكسو. المهم غنوليو نرجعو للحر ديالنا اللي غادي نصاوبو به الهريسه. البنات غنمشيو دابا راه يابس كما كتشوفو. ها نتوما تشوفو يابس. ها يابس يعني ها قرمش. غادي نمشيو نديروه في البرمه ديالنا باش نفوروه عاد ونوريكم كيفاش غادي نديرو الهريسه اللي طول معاكم حتى العام ما تخسر موال. كما كتشوفو عندي الماء راه سخون. غندير البرمه ديالي وغادي ندير الفلفل يفور. طبيعة الحال كاين اللي يفور الفلفل يعني طازج يفوره وتا هو تقدروا تفوروه طازج وديروا به الهريسه. ولكن الهريسه ديالكم ما تقدرش تطول اكثر من 15 يوم كاع بالكثير حتى
الشهر كتر ما تقدروش لحقاش ما غاديش تكون فيها مواد حافظه. حنا ما كنديروش في المنازل المواد الحافظه، وغادي تحمى تبقى تجيكم فيها الريحه ديال الحموضه. انا جربتها يعني ما تقدرش تطول، خصك ديما راك دير كل 15 يوم لا بغيت تعاود دير الهريسه. بالحق البنات بهذه الطريقه يعني تاجف في الفلفل، يعني راه جاف ما بقاش فيه كاع داك الماء ديالو. عاد ها نتوما تشوفوا نديروه يفور، ها هو يرطب. كي يرطب غادي نخليوه يبرد، وغادي نصاوبوا الهريسه ديالنا اللي غادي تقعد معاكم العام كله وما تخسرش بهذه الطريقه بالفلفل الجاف. اما الفلفل الطازج صدقوني الهريسه راه الا ما درتوش فيها مواد حافظه ما تقدرش تقعد اكثر من 15 يوم، كاع بالكثير شهر. بالحق هذه الطريقه راه العام كله الا درتو واحد الكميه كبيره غادي تقعد لكم العام كله بلا ما تحماض بلا ما تخسر بدون مواد حافظه. غيخليوه يفور وغادي نرجع معكم. كما شفتوا الفلفل الحار ديالي باش غادي نصايب الهريسه، هاني بعد ما فورتو ها هو شوفوا ولا طري، ولكن الماء ما كاينش فيه، اللي كيدوم ما كاينش. على هذاك الشيء اللي الهريسه ديالكم تقدر تقعد لكم عام وما تخسرش. وطبيعه الحال راني درت فيه شويه الملحه، يعني حتى الملحه راها بحال المواد الحافظه، يعني كتجي شويه، يعني تجي هي ماشي مالحه بزاف، يعني الملحه لا قدر باش تقدروا باش تاكلوا، يعني بحال فيها شويه الملحه وصافي، يعني قدر محدود نتاع الملح، ماشي مالحه يعني بزاف، يعني حاجه خفيفه باش على حسب ما تقدروا تاكلوا منها وتقعد لكم كما قلت لكم على العام، يعني تدخروها على العام ما تخسر ما والو. تجي هائله. نشدو الزيت العود ونديرو فيها الزيت كيما كتشوفوا. انا درت غير واحد القدر هنا باش نوريكم. كما تشوفوا الهريسه ديالنا واجده عام كله تجلس لكم كما كتشوفوا، ما تضيع ما تخنز ما حتى شي حاجه، ما تصوف ما والو، يعني الهريسه على العام عندكم كما كتشوفوا. مازال نخلي هنا غادي نعاود نزيد نكمل الطحين ديالي. ها هي هذه زيت الزيتون، يعني واخا تغمسوا فيها ما فيها حتى شي حاجه، يعني صحيه ولا اروع. كما شفتوا الهريسه ديالنا ها هي. دابا نرجعوا للطماطم ديالنا، انا راني نوريكم غير واحد القدر قدر ومن بعد نكمل الخدمه ديالي، يعني باش ما نطولش عليكم بزاف. المهم كما كتشوفوا الطوماطي غادي نديروها في هذه الطحانه باش نردوها حتى هي بودره. ها هي الطحانه ديال العطور كما كتشوفوا، حتى هي ها هي هانتوما تشوفوا. هادي راها طوماطي ها شتو كما قطعت معاكم، تقطعوها رقيقه راها قلت لكم يومين تيبس بلا هادي بلا والو، يعني ما تعطلش عليكم تبقاو مضيعين الوقت ديالكم بالسيمانه بحال في الفران. صعيبه في المشتى صراحه، في فصل الشتاء كتجي صعيب باش دير هاد الحوايج يتعطلوا. اليوم هذه هي الفرصه تاعكم. Thank you.
كتشوفوا حتى هي غادي نغربلوها هنايا نفس الشيء ديال الفلفل. ها هي شوف انا درت غير واحد الشويه حتى نكملوا. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا باللي انه تقدروا ديروا بودره الطماطم سهله كتجي زوينه وهائله وكتجيكم كاع في المواد فاش ما الاكل اللي درتو تقدروا تخدموها. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الترموميكس يكون افضل. يعني الترموميكس زوين يعني كيطهيها يعني كيطحنها كيردها بحالها بحال الفرص. وبالنسبه للناس عاود اللي في البلاد ويبغوا يبسوا يديروا واحد يعني يجفوا واحد الكميه كبيره يعني جوج ديال الكاخات ولا ثلاثه طبيعه الحال غادي يجفوها ويديوها للمطحنه ديال العطور وكتطحنها لهم سواء هي ولا الفلفل ولا ديروا البابريكا ولا يعني ديوها طحنوها على برا حسن. يعني الماكينه عندهم الجهده كتردها لكم بودره كلها بحال الدار واخا تبقى تطحن بالمولينكس ولكن يعني ما تقدرش دير واحد الكيمياء كاع اللي كبيره يعني بحال بالحق. الا كان بنادم في البلاد وكان الماكين تاع العطريه ما راه كيدير بالكاخات في هذا الصف جوج كاخات جوج كاخات لا ثلاثه ثلاثه من حاجه كاين الشرا يعني كما قلت لكم يعني اللي كان عنده الترموميكس يكون هائل كتطحنها له مزيان يعني ما تخليش فيها حتى شي حاجه يعني كتجي داك الشيء زوين كما كتشوفوا. يعني ما نقول لكمش يعني طوماطي غبره. وغادي ان شاء الله ندير معكم واحد لا فيديو باش نديروا جومبو ان شاء الله غادي نوريكم غادي نديروا جومبو بالدجاج غادي نديروه ان شاء الله غبره. تا هو اللي عنده الترموميكس راه كيجيه غزال ولكن انا يعني انايا يعني ندير واحد الكيمياء كل مره ندير شويه ماشي مشكل. قلت لكم غادي نعاود ندير معكم واحد لا فيديو يعني ديال جومبو يعني ضامات المرق ولا اني انا غادي ندير لكم غبره بلا ما نردوه ضامات. وخاصه الناس اللي عندهم المولينكس يعني الطحانه كندير واحد الكيمياء وكنخليها بلا طحين كل مره نطحن واحد يعني واحد الكيمياء باش نخدم الشهر ولا كما كتشوفوا نفس الشيء نفس الشيء مع الطماطم نفس الشيء كيما يعني الفلفل كل شيء بحال بحال. ها نتوما تشوفوا ها هي جات غبره ها هي انا راني درت طحنت معكم غير هاد الكيمياء يعني ما غاديش ندير نطحن كل شيء باش ما يجيناش الفيديو يعني طويل ولا شي حاجه. كما كتشوفوا ها هي ها الطماطم غبره يعني طيبوا بها طبخوا يعني ما كايناش الطماطم يعني طازجه صافي هذه الجافه راها معلقه من الصغار راه بحال درتو اكثر من بحال درتو كيلو ديال الطماطم ولا شي حاجه خرجت لي هنايا قليله. كما نقولوا تقدروا عاود هذه اللي بقات مهرمشه كما قلت لكم كون كاين الترموميكس حتى هذه اللي غادي نولي نطحنها غير راني زعما كاين نفهم لكم تقدروا تخليوها هذه مهرمشه ترشوا بها المرق والطواجن راه منين طيب راه ترخف يعني تولي طماطم وتجي هائله. ما نقول لكمش كيفاش تجي دايره راني نولي نكملها انايا هذه نوريكم زعما كيفاش تقدروا تخليوها بحال هكا كتذوقوا بها الطواجن ديالكم المرق يعني المرقه كتجي هائله هي والفلفل الاحسن من كيبسوهم خليه واحد شويه شويه مهرمش كتذوقوا به الطواجن ديالكم ما نقول لكمش كيفاش يجيو دايرين ولا عارضه. كما كتشوفوا بقى لي يبقى واحد شويه بحال هذا حتى هو بطبيعه الحال ما غاديش تلوحوا راه شحال
هذا راه يجي رائع رائع البنات، رائع في الطاجين وفي المرقه كترشوا بها الطاجين ديالكم من الفوق. كنقول لكم راه ما نقول لكمش كيفاش يجي داير. النهايه ديال الفيديو، لا فيديو ديالنا البنات، كما كتشوفوا عندنا هذه الطوماطي اللي درنا جففناها الطوماطي غبره، ها هي. عندي هذا الفلفل الاحمر البنات، حتى هو اللي راني شاركته معكم، يعني جففناه في الظرف ديال يعني واحد الوقت وجيز، يعني كان واجد في هذا الفصل. هانتوما تشوفوا هذا الفلفل الاحمر الحلو. وعندي هذا هو اللي قلت لكم كنخليه انا مهرمش باش نزوق، يعني باش نديرو من الفوق. باش ندير هذا، انا كاع ما نديرش هذا، يعني غير هذا ترمي واحد المعلقه ترشوا بها الطاجين. ما نقول لكمش كيفاش تجي دايره، ترشوا الخضر، تجي الخضره يعني فيها هذوك النقط حمر ديال الفلفل مع منين يطيب، كي يعني يولي بحال فلفل مقطع واحد الطريقه رقيقه، يعني يجي هائل. وهذه هي الهريسه ديالنا البنات، كما كتشوفوا الصحه والراحه. هذه الهريسه ديالكم راه غادي تقعد لكم عام كله البنات، ها انتم تشوفوا ما فيهاش الجره ديال الماء. وانا خليت لها هاد يعني هاد الزريعه، لحقاش الهريسه يعني معروفه بهاد الزريعه تبقى فيها. وكما كتشوفوا بزيت الزيتون يعني تغمسوا فيها، صحيه بدون مواد حافظه. ونخليكم نتمنى الى عجبكم لا فيديو تشاركوا مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعوم الفائده، وباش نزيدو نعطيوكم الجديد. والجديد ان شاء الله دائما كل شيء ساهل مع مينا كاين الجديد. ونخليكم في امان الله وحفظه، تهلاو في ريسانكم. الى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله، ونتمنى باش تجربوا هاد الوصفات اللي درت لكم. وبسلامه عليكم.